سامي نطول ولا رابيتا ولا تحكي تاريخ؟ نبداو باختصار تو نطولوا من هنا لبعض باختصار عن قلبك معبي ظل على الاخر. باختصار سي تان كادو نلخص ما تنقول اعطينا كادو في الماتش هذايا ما وجعناش ما كانش عندنا ظفر انا بارا شيء ما حاولناش ما فهمتش علاش تو بعد بون نفهم علاش تكتيك وتو نفسر زاد في كيفاش يقولوها معناتها لومبيز فيزيك ولومبيز تكتيك تو نفسروها بالديتاي. اما انا تكلمت برشا قبل الماتش مع يمكن ترواشين مع مصر والاهلي قبل الماتش ناس تتبع ناس تخدم بالجروب ناس تخدم مع بعضها ناس عندها ديريكسيون تكنيك ناس تتبع في الديتاي الكل ناس تاخذ في راي اللاعبين القدم ناس تاخذ في اللي واحنا نخدموا حدنا بعده في العباد نخدموا اه ولا زوز امرهم شورى قران ما هبطش على الاذان ما هبطش على الرسول هبط على اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الانفراد بالراي هو اللي خلاني انا معناتها نجم نتغشش وانا نتاكد اللي عندنا برشا في الاسبيرونس لي زونسيان ولا قارين وينجموا يوصلوا المعلومه لكن ما عندناش ما حاولناش وحتى حد ما حاول يقرب الناس لبعضها. هم عين ومجدي من لي زونسيان يتسمي دي زونترونيور مش عندهم كل شيء هم. قلت لك الاذان ما بطش على الرسول بط على صحابي يعني امرهم شورى يعني الناس الكل نجم رانا حاجه ترى ما تريش وتو نقول لك شنو اريد انا وشنو كنا نجموا نعملوا وشنو كيفاش ومن بعد المعلومة هذه كانت تكون قبل الماتش بعد الماتش. فما مثل سامي خاطر فما مثل زادك يقول لك تكثر ياسر تغرق السفينة زاد. لا 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 عمرها ما كانت كي يبداو برشا كل واحد يعطيك ثم كيفاش يقولوها ثم ديريكسيون تكنيك في الجمعيات الكل في العالم ثم دي زيدي تحط تخرج ايدي توصل للونترونير ساهل الحكاية. باهي وليد تخرج ليديال انا نجم انا وليد نختلفوا نجم يقنعني باللي عنده نجم نقنعه باللي عندي نخرجوا بايدي واحدة ساهل الحكاية. باهي وليد كلمة على الماتش وغادي تحب تجاوب سامي. اي لا باش نسألوا سامي المقابلة نقول كان بالامكان احسن مما كان الحقيقة مع تسليم ترجي ما كانش في نهار ورغم اللي ما كانش في نهار ويظل توافقني سامي زاد الاهلي مش الفريق الكبير مش الفريق اللي مش الفريق اللي يوجع برشا القدام معناتها لعب بتكتيك معين موسيماني يعرف كيفاش بلوز موا يتحكم في اللقاء ونسق تاع اللقاء ما كانش سيطره الاهلي معناتها كبيره وواضحه حتى للهدف في الزوز فرق كانوا نجموا يسجلوا كان نجم يكون سكور هدف لصفر للترجي ولا هدف لصفر للاهلي استغل الاهلي سيرين تاع غلط مش كان حكي سي المنجي على بالغيث الغلطه بدات من اليعقوبي في الديجاجمون اللي عملوا رولونس ضاعت الكره رجعت اللاعب ديانجلي زاد الاكسيون اللي عملها ومشى بالكره ما نعرفش قديش قاعد يمشي بالكره موقفه حتى عدوا هنا بالغيث كان ينجم يعمل فوت تكتيك محمد علي يعقوب يعاود كسر لو جو من بعد زاد غلطه هذيك الثالثه هذا السبب تاع الفوت التكتيك اللي تحكي عليها خسرت به ريال مدريد شامبيونا كيفاش خسرت به ميسي باش يخرج في 90 دقيقه والريال جوش البرازيلي مارسيلو كان ينجم يعمل فوت في السنتر وما عملش الفوت هي تصير هي معناتها هي تصير اما اللي ذوما زيديه ذوما باش نحملوا مسؤوليه للاعب اللي انت عملت الفوت هذيك اعطيتك اي كفكره ما هو الغلطه هذيا ما عملهاش الاهلي عملها خليل شمام في انغولا في انغولا هدف لصفر والترجي ترجع لكن اللي قلق شوي سامحني سي مونجي ما نعرفش كان توافقوني هي غياب الرياكسيون تاع الترجي بعد هدف عليه وهذايا المشكل ما فهمناش عليه سبب بدني انتوما فنيين اكثر مني سامي وسير مونجي فماش حتى اون فيير فوالا هل هو سبب نفسي سبب بدني الفريق ما كانش حاضر نفسانيا ما كانش وليد سامحني خويا سامي هدف ماركا في 60 احنا نستنفعوا من تبارك الله عليك ما شاء الله لكن كي تقول انت باش نعطيك حاجه اللي صارت في الميدان تبارك الله كان مهاجم كبير ويعرف اللي صارت انت رجعت على الغلطه نتاع بن غيث ما عرفش كيفاش يعمل ساكريفيس انت علاش اليعقوبي ديجاج الكره لبعيد ما لقاش كوف في الوسط تنقول لك علاش لان بور سوتي لو ميليو دو تيران لان ما لقاش حلول في نفس الوقت ثم بريسينغ دي زاتاكون لان شافوا اللي ثم نقطه ضعف سو كي
ني با لو كا من لاعبيه الترجي التونسي. ما نجمش انا نسميهم هذوما ملاعبيه، لان حقهم يعطيو هما سالير للجمعيه باش يلعبوا، باش يلبسوا قميص الترجي الرياضي التونسي. بسيط توغي اللي امنت به انا بتاتر شويه بتاتر افيك لو طون وكل شيء من كان وراء الانتدابات تاع الترجي الرياضي التونسي اليوم. وحاجه اخرى اللي لاحظتها امونافي اللي انت كي انا ان ديفونسور يديجاجي الكره باش يرتاح هو، لان ما لقاش لو سوتيان اوفنسيف والميليو دو تيرا او نيفو دو لا كوفرتور باش اي واحد يغلط هذاك خلي راهو باش تمشي علينا الكره. لكن كون تو سوبي لو جو سي فيني، لا يعقوب لا غيره باش يعمل حاجه. الحاجه الاخرى اللي سامحني خويا سامي اللي مهمه ومهمه جدا، سيك المهاجمين اذا كان جاوا عندهم ان اسبي معناه وعندهم اون تكنيك بور غاردي لو بالون قدام باش ما يخليوش لي لاتيرو. شوف صارت حاجه، علاش قلت لك ترجي سارتان مومون ما دخلوش في الاكسيون في اللي ماتش لي ماتش في الشامبيونات، مي صارت رياكسيون تو ما فماش رياكسيون. انا جي لامبريسيون كي ان بروبليم انتر، صارت لقطه كبيره برشا دخول سامح الدربي. سا فو با دير كو حمدي النقاز نا با ايتي على اوتور ولا حاجه، خاطر حمدي النقاز ادوني دي سوليسيون ما لقاش حلول مع الميليو تيران بور باش يخليو له ليسباس نيسيسير. وعلي معلول كان لاحظتوها المهمه نتاعو سي لا كونفرونتاسيون افيك حمدي النقاز، صارت لقطه اكسبسيونيل وقت اللي دخل سامح الدربالي عمل دو تروا اكسيون قلقوا الفريق. شو يعمل المدرب؟ يقدم علي معلول بريسك القدام ويدخلوا ان ديفونسور بور لا كوفرتور. هذاك اللي خلى اللي الترجي الرياضي التونسي ما شافش حدا. باش نحكي لك سويسرا، خاطر عندي صاحبي شوف والله يسمي انكدوت. عندي صاحبي في سويسرا يلعب في اف سي بال ليكيب تاع محمد صلاح قبل ما محمد صلاح بيان سور، يسخايب اسمي انا ابراهيم اي مون برينون سي بان. تل ما تغرم بيا كي جابوا لي تسمى بان. خلينا نحكي لك سيم انكدوت. سيمون باش نحكي لك حاجه، باش نفسروا علميا، باش نفسروا بالديتاي شنو هو اللي صار في الماتش. باهي اللي صار والناس الكل شافته، تو بعد نحكيو بالديتاي اكثر. بون خاطر جمعيتي ما نحبش الناس ندخل في الديتاي، اما مش مشكل. واذا بينا نقرا وحسبنا فهم ماتش وكل شيء. باش نحكيو باش نستنفعوا باش نستنفعوا الناس باش نستنفعوا. احنا ليسبيرونس طاحت في 60 دقيقه. الناس الكل واضحه اللي ليسبيرونس فيزيكمون طاحت دوزيام ميتون. شنو اللي صار باش خلى ليسبيرونس تطيح دوزيام ميتون؟ اللي صار انه من الاول ليسبيرونس قاعده تستنى في الاهلي والاهلي تستنى في ليسبيرونس، يعني زوز جمعيات اختاروا باش يفكوا الكره في الوسط. يعني انا هبطت باش نستناك تجيني وفك الكره في الوسط، ما نعملش عليك لارسيلمون، وانت هبطت تستناني باش نجيك وما نعملش عليك لارسيلمون، يعني ما نزربش اللعبه ونقعد نستناك في الوسط، نعمل البلوك نتاعي ميديا ونستنى لاتاك رابيد. سيمي طايحه شويه بارابور العاده بلوك ليسبيرونس. خلينا نفسر شنو صار صح بالضبط بالديتاي. اللي صار انه العمليه هذه كانت في صالح الاهلي. علاش كانت في صالح الاهلي؟ لانه الاهلي هبط بثلاثه في اللاكس، كان يستنى اللي ليسبيرونس باش تعمل عليه لارسيلمون. ثلاثه في الوسط، ثلاثه في اللاكس، ثلاثه في الوسط. تو خلي لا تو تفرج ارجع حمدي فتحي مقدم ارجع شوي تو بعد تلقاهم بعد التروزيام في اللاكس بنون ولا نيفو. هبط لعب بثلاثه من الاول في اللاكس. يا سيمي بنون ولا نيفو واقفين بثلاثه. الاهلي وقفت الاربع دراج الاولى بثلاثه في اللاكس. تروا كتروا كيفاش لعبت؟ لعبت ثلاثه 4-2-1. البيفو يطيح شويه مش بثلاثه. اي طاح البيفو طاح طاح ثلاثه يلعب كوليبالي في الدرج. اي طاح بثلاثه. من بعد شنو صار؟ اللي صار انه ليسبيرونس ما عملتش لارسيلمون، ما طلعتش ليسبيرونس. الاهلي هنا قال شاف الانترونير القى اللي اللعب الكل في الوسط بدل تكتيك، ما كان يستنى باش يعمل. هو لعب في جنوب افريقيا، لعب بثلاثه في اللاكس. سيم بالله نتفاعل معاك لهنا، ديما يقولوا الترجي تلقى صعوبات مع الكيبات اللي تحل والكيبات اللي تسكر. ما تشوفش معين حب يعطي هو الكوره للاهلي لكن ما جاتكش ويلعب على القوه ما جاتكش الاهلي ما جاتكش. الاهلي قعدت ما تحتش في الفخ ما جاتكش ما حلتلكش اللعب. قعدت هي وانت قاعد تتفرج فيها. شنو صار؟ صار اللي هي دوره الكوره مرتاحه، كنت تتفرجوا اللي الديفونسيريت نتاع الاهلي دورت الكور وكان بار رجعت للجارديان. هو نعرف واش يقول خويا اسلام دو سكوند بركه اللي بيخلي لك انت ليك الكوره ويحاول يعمل لك الكونتر. الكونتر بشكون؟ لكن ما عندكش لي زانجريديون كلمه معين الشهير يعطيك الكوره. لا لكن انت شنو صار؟ اللي صار ان هي دورت الكوره مرتاحه ومن بعد لقى اللي ورا اللي زاتا كون ثم اسباس وقتها رجع البيفو نتاعو رجعوا ولعب بزوز في اللاكس. وقتها شنو صار؟ صار اللي ليسبيرونس الابر هي الكوره شنو؟
شكون يخسر انرجي؟ ما عادش فوتبول تو انترناوي كانوا يترناو كيف كيف راهو في العالم يترناو كيف كيف راهو ما عادش بدنك وبدني نحضروا كيف كيف لي زونترونور واللي جرون بريباراتور في العالم يحضروا البدنات كيف كيف اما لي زونترونور الذكيين واللعب شكون يلعب اقل بانرجي شكون يربح انرجي جوارديولا يقول لك انا تو باش نلعب اقل انرجي عندي ليكيب في الميكرو سامي انا عندي ليكيب نتاعي نلعب باقل انرجي ما نخسرش انرجي انا بردي انرجي خسرنا اش كي خسرنا خدمنا لونديرونس برشا كي نعملوا لونديرونس كي نعملوا نخسروا الفيتيس بالغي نخسر الفيتيس مع المعلوسيف ما نجمش نحكي ثاني ما شنو لا ما فما كلام ما نقولوش لا سامحني معناتها هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية خسرنا الإنرجي، خسرنا برشا الواحد، الحالة الثالثة راهو لي فالور نتاع الملاعبية نتاعنا، الفالور اللي حاشتنا به، الفالور اللي عملوا الديفيرينسا ما كانتش موجودة. تو نجيوها باهي سامي، سامي حكاية وليد على الجانب البدني، أنت